السلام عليكم. قبل أن نبدأ، اليوتيوب يقول لي أن معظم مشاهدي القناة هم ناس غير مشتركين، يعني ناس يشوفوا الفيديوهات وبعدين ما يشتركوا. طيب، رسالة لهؤلاء الناس، ذكور وإناث طبعا، إذا أنت شايف عن المحتوى عنده قيمة، شاهدت منه دقائق، يعني ادعمنا بلايك، أعطينا شير، اشترك في القناة دعمنا، وبعدين الاشتراك مجاني، يعني أنت ما خاسر شيء، أنت تدعمنا وبس. فجزاك الله خيرا لو دعمتنا. يلا بينا نتكلم في موضوعنا. في العادة اللي تطور المجتمعات وتتطور العقليات وتتطور العمران وتتطور المفاهيم، في أي بلد وفي أي مجتمع تطور معها أمور ثانية، كيف الجرائم مثلا، وكيف أمور أخرى تتعلق بالنظرة للحياة وقضية التسيير. لكن الجرائم من الأمور اللي تتطور بشكل سريع جدا مع أي مجتمع لين يتخلى عن الروح البدوية ويقرر أنه يعيش داخل المدن. لذلك نسب الجريمة في بعض البلدان مرتفعة جدا، لكن في بعض البلدان نسب الجريمة منخفضة لكنها خطيرة، بمعنى أن نوعية الجرائم اللي نفسها عنيفة خطيرة جدا، لدرجة أنها دائما تثير الرأي العام وتخلع الناس، وهذا هو اللي قاعد يخلق، هذا هو اللي يخلق في موريتانيا حاليا. خلال العقدين الأخيرين أو العقدين ونصف الأخيرين تطورت الجريمة في موريتانيا بشكل مرعب جدا. منسوب العنف ارتفع فيها، منسوب الكراهية فيها ارتفع، الأدوات المستخدمة ارتفعت. لماذا؟ لأن الإنسان نفسه عقليته تطورت، الإنسان بدأ يعيش في مدن حتى وإن كانت مدن غير حديثة، لكنه بدأ يعيش في مدن وضمن مجموعات، وبدأ يجرب يعني أسلوب الحياة الليبرالية الفردية، وهي أن كل شخص يجب أن يهتم بشؤونه الخاصة، يجب أن لا يتدخل في أمور الغير، يجب أن يتخلى عن عقلية الغبة والترشة وكثرة الأخبار، يعني كل حد يركز على أموره الشخصية ويحاول أن ينجح في حياة. هذه الأفكار تخلق تحديات نفسية معينة للإنسان الموريتاني خصوصا في العقدين الأخيرين، وهذا أدى بطبيعة الحال لتطور الجريمة وتطور وتعقد مرتكبيها، وفي نفس الوقت بدائية الوسائل اللي لا زالت تستخدم لمكافحة الجريمة، سواء منها التربوي واللي يقدم بالمدرسة وعلى مستوى الأسرة، أو منها اللي يعني السلطات العمومية كيف الأجهزة الأمنية اللي مفروض أنها تفرض النظام على الجميع. ونتصور ان كل واحد منا ظن احنا الموريتانيين يتذكر السنوات الاخيره حادثه، والله جريمه، والله كارثه خلقت، ويتذكر احنا كانت جريمه غريبه لاول مره يسمعها ولاول مره يشاهدها في موريتانيا، يقشعر منها بدنه ويستغرب جدا. مثلا حادثه حرق الشاب والبرو، مقتل المحامي، وطبعا هذه الحوادث الغريبه تكلمنا عنها في فيديو سابق وهو فيديو الكارتيل الموريتاني، وهنا نتكلم في هذا الفيديو عن المجرمين المتسلسلين اللي يرتكبوا جرائم متسلسله. شنو هي صفاتهم؟ شنو هي مهارتهم اللي نفصلهم بها عن البقية؟ ومن درايا كانوا موجودين في موريتانيا بكثرة. خلونا نحدد من هو القاتل أو المجرم المتسلسل. المجرم المتسلسل هو المجرم اللي يرتكب جرائم متسلسلة يفصل بينها فاصل زمني معين، لكن الدافع الأساسي لهذه الجريمة هو دافع نفسي، يعني سواء هو مريض نفسيا وعنده مشاكل نفسية معينة، أو يرتكب هذه الجرائم لأنه يتلذذ بارتكاب الجريمة وإيذاء المخلوقات أو الأشخاص الأضعف منه. هذا هو المجرم المتسلسل، واللي يتفرع منه القاتل المتسلسل، المغتصب المتسلسل وغيره. ونتصور على أن في السنوات الأخيرة كل واحد منا يعرف حادثة من هذا النوع. مثلا الفرنسي الجنسية اللي ألقت عليها السلطات الأمنية القبض بتهمة أنه كان يعتدي على الأطفال، يعني جاء بحجة أنه أسلم وذهب للمحاضر الموريتانية يدرس القرآن، وكان عنده شقة في العاصمة يعتدي فيها على الأطفال وخصوصا المتسولين، الأطفال الصغار الذين يتسولون في الشوارع، وكان يأخذهم ويعتدي عليهم، يعني شخص مصاب بالبيدوفيليا ببساطة شديد. طبعا ألقت عليه الأجهزة الأمنية القبض، كان في كلام على أن السلطات الفرنسية ترغب في أن يرحل إلى فرنسا ياكي يحاكم لها. هذا فقط نموذج لتعقد الجريمة، سواء كان المجرم جاينا من الخارج، والله المجرم مولود عندنا داخل مجتمعنا. تصور عن كل واحد منا يعرف او حاس قضيه منها، يعني شخص كان يعتدي على الاطفال، شخص كان يعتدي على الفتيات الصغيرات، شخص كان يتحرش بالفتيات في المدرسه، احيانا يعود معلم، احيانا يعود استاذ، وهذا ليس طعن في مهنه المعلم او الاستاذ لا، بل طعن في النفسيات المريضه اللي احيانا تتبوأ مراكز معينه تمكنها من انها تمارس نوع من السلطه او الضغط على الاطفال والاصغر سنا. وطبعا في حوادث كثيره لاشخاص اعتدوا على بعض افراد عائلتهم سواء ذكور او بشكل أو بآخر. هذا يؤكد على أن فيه مشكلة تتعلق بالطريقة اللي تربى بها الناس، خصوصا الجانب العنيف منها، وخصوصا الجانب منها اللي ما يخرص الجانب النفسي للإنسان. معروف عن الإنسان جسد وروح، جسد يمرض صح؟ الروح أيضا تمرض، وهذا هو اللي ما يعرف الكثير من الناس ولا يتقبل. الروح تمرض كيف الجسد، النفس تمرض كيف الجسد. أحيانا تحتاج أنك تروح لطبيب نفسي، أحيانا تحتاج أنك تجمع مع نفسك تقبل سلسلة من القرارات إياك ما تأثر تصرفاتك وسلوكك على الآخرين. أحيانا هذا
هذا الأمراض النفسي يجلف سلوك عصبي أو نفور من الآخرين أو انعزالية أو عدوانية تجاه الآخرين، وهذا موجود في مجتمعنا بكثرة للأسف. عدم الاهتمام بقضية أن الروح تمرض كما يمرض الجسد سواء في المناهج التعليمية أو حتى بأي أمور ثانية هو كارثة حقيقية. ذمم لي عامل آخر هو عامل التستر. المجتمع للأسف الشديد أحيانا يتستر على هذه الجرائم في الوقت اللي أنا متفهم هذا الجانب، لأن المجتمع ما يرحم بقواعد اجتماعية وطبقية وسلوكية أي شخص لا يتحلى بها يجري نبذه ويوضع على الهامش، وهذه مشكلة. لذلك أنا أتفهم الخوف من الأحكام المسبقة والنظرة الدونية الستيريوتايب اللي يطرح المجتمع على الضحايا. لذلك البعض يلجأ أنه يسكت ويشحد أي شيء يخلق له. مثلا الجريمة اللي خرجت في تبرق زينة لما كانوا رجال محترمين يذهبون إلى أعمالهم كل صباح، ومجرد أن يذهبوا يقفز مجموعة شباب حوالي 2 أو 3 يقفز إلى المنزل، يدخل يجد المرأة والأطفال لوحدهم، يعتدي على المرأة جنسيا ويخرج. يعني هدف هؤلاء المجرمين كان الاعتداء جنسيا، وحتى بعد ما ألقي القبض عليهم اكتشف أنهم اعتدوا على ما يزيد عن 30 أو 40 ضحية. يعني 40 امرأة تعرضت للاعتداء، وخوفا من الفضيحة، خوفا من أنها تتطلق والله تخسر زواجها، قررت أنها تشحد وتستر وتسكت على الجريمة اللي خلقت لها. وهذه مشكلة أحيانا ضروري جدا أن الرجال يتكلم عن اللي خلقه، من ناحية الصحة النفسية، ثانيا من ناحية أني ما نعطي للمجرم تأثير نفسي علي بحيث أنه عود اعتدى علي وارتكب جريمة في حقي، وفي نفس الوقت أنا مازل عايش في سجن الجريمة اللي ارتكبه، يعني عنده تأثير علي حتى بعد الجريمة. ومشكلة هذا التستر أو هذا اللي يقوم به المجتمع أنه يدمر الضحية نفسيا وفي نفس الوقت يقوي المجرم. المجرم اللي يشوف على ضحيته ما تكلمت، ما رفعت صوتها، ما اشتكت أو اشتكت والسلطات ما قبضت الإجراءات اللازمة، يتشجع أكثر. أنا عدلتها مرة ومرتين وثلاثة وقد تم اللي أنسلك بها. وإن كان المثل الشعبي يقول أم السارق ما هي دائما مزغرته، لكنه أحيانا زغرت سنين سابقين كانت. وطبعا هذا يقودنا للحديث عن دور شهادة إنفاذ القانون، وهذا تحدثنا عنه بشكل أكبر في الفيديو السابق اللي هو الكارتير الموريتاني الجزء الأول. الأساليب البدائية اللي تستخدمها الأجهزة الأمنية يجب أن تطور، هذا مفروغ منه. وأخيرا وليس آخرا خلونا نقول شنهي مواصفات المجرم المتسلسل أو القاتل المتسلسل اللي نشوفه تعرف من خلالها على إن هذا الشخص إنه يا إما مجرم متسلسل أو عنده القابلية ليصبح مجرم متسلسل إذا لم يتم تداركه. مثلا المجرم المتسلسل ما هو بالضرورة راجل، أحيانا يعود امرأة. طبعا في مجتمعنا نحن اللي بدائي نوعا ما قد لا يكون هذا يعني ثابت، لكن أكيد فيه مجرمات متسلسلات. الميزة الأخرى في المجرمين المتسلسلين عنهم ما هم معادين للمجتمع. غالبا ما نتصوره عن المجرم المتسلسل هو شخص منزوي وحده ولا عنده اتصال بالآخرين، لكنها ما يحق، هو شخص اجتماعي أكثر من الجميع لأنه دائما يبحث عن ضحية جديدة ويحاول يتعرف على الناس عن قرب، ياك يعرف روتينها اليومي، ياك كيف يخطط لجريمته القادمة. من مواصفات المجرم المتسلسل أيضا هو أنه دائما يبدأ بتعذيب الحيوانات في صغر، يعني يبدأ يمارس هذه الجرائم على الحيوانات وبعدين يتطور شور البشر، هذا هو اللي يقوله المختصين. لذلك الشخص اللي تراه يعذب الحيوانات ويمارس عليها أقصى أنواع التعذيب هو أحيانا يكون شخص غير سوي أو بذرة لمجرم متسلسل. أيضا من مواصفات المجرم المتسلسل قد يلجأ إلى إضرام النيران، مثلا الأطفال الصغار المهووسين بإضرام النيران موجودين بكثرة جدا، وهذه مواصفات الشخص اللي غير مستقر نفسيا واللي عنده قابلية انه يعود مجرم متسلسل طبعا اذا لم يتم تدارك. ايضا من مواصفات المجرم المتسلسل هو انه دائما يقبل تذكارات من واقع الجريمة، يقبل اشياء يحتفظ بها من مسرح الجريمة نفسه، واحيانا عندما يحكي جريمته سواء للشرطة لاحقا او لاحد المقربين منه تلاحظ انه يحكيها بشغف وباستمتاع ويحكيها هو متمونك وزينة عنده انه ارتكب الجريمة. هذه من مواصفات المجرم المتسلسل، يعني مش مجرم عادي، هذا مجرم متسلسل. هناك ايضا قاسم مشترك لاحظوه الخبراء أثناء دراستهم لقضية المجرمين المتسلسلين، هو قضية إن معظم المجرمين المتسلسلين تعرض لاعتداء صغير أو تعرض لحادثة أثرت على دماغه بشكل أو بآخر، يعني عنده اضطراب كهرفة الدماغ. طيب لا يقول لي البعض ولاد عنده اضطراب، هذا ما مبرر. نحن هنا لا نبرر، نحن هنا نقول أن هذه هي مواصفات. وفي الختام نرجو من الله العلي القدير أن يحفظ أبنائنا وأبنائكم وأن يحفظنا جميعا من المجرمين. لكن وجودك كأم أو وجودك كأب في حياة ابنك بشكل أكبر، وأنا هنا أتكلم عن الوجود الفعلي، للأسف بعض الآباء والأمهات مقصرين جدا في التواجد حياة أبنائهم، عطينه تلفون، عطينه سيارة، عطينه كل شيء يحتاجه وهم غايبين عن حياته، ما يقوموه من ناحية الأخلاقية ولا السلوكية ولا حتى الدينية. أحيانا يقول لك يشحد عنك كل شيء ولا يقول لك كل شيء لأنه لا يثق فيك أو لأنه لا يرتاح لك، لأن علاقتك به هي علاقة الآمر والناهي. إلى أن نراكم في فيديو جديد، هذا كل شيء كان عندنا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ونشر الفيديو بين أصحابكم، وشكرا.